أو رفقاتك عزموك على شي مطعم ومكتوب على باب المطعم ممنوع دخول الكلاب، بتدخل؟ باب أدخل؟ ليه؟ أعوذ بالله، باب أدخل؟ مكتوب ممنوع دخول الكلاب. إيه؟ أنا بالي كلب. مكتوب بس ممنوع دخول الكلاب، يعني شلون أنت كلب شي؟ لو مكتوب إيه؟ يرجى إدخال الكلاب كنت دخلت، بس مكتوب ممنوع دخول الكلاب. يعني هلا أنت كلب؟ لك هو هيك مكتوب، ما هذا يعني اشرح لك، يا انت بالك فهمان، انت باحترامي باحترامي له باله فهمان شيء. مكتوب ايه ممنوع دخول الكلاب. مزبوط. كيف بدك تدخل؟ للكلاب بس فقط، انت بني ادم. باني بني ادم باب ادخل. حتى لو رفقاتي قالوا لي العزيبة كلها حسابنا، باب ادخل. عم نقول لك ممنوع دخول الكلاب، مو ممنوع دخول البني ادمين. حتى لو ممنوع دخول الحبير، ايه باب ادخل. باب يعني هي القصة بنتهية بنتهية. مظبوط. حقي ولا ما حقي يا جمهور؟ حق. انا بنصة بعدين بنحكي لك عليها، بس قل لي انا بنصة ده اشوف الفيديو ده ورجيه لعائلتي يمكن يفتخروا بذكائي. خلص انت لحالك بتشوف. انا شايفكن. ايه انت لحالك بتشوف. انتو بوتو دراما؟ ايه نحن هي بعناتها، رح شوف اعتو دراما ان شاء الله. باي.